الإيمان كما هو عند أهل السنة والجماعة ماذا يا إخوان؟ يزيد وينقص، يزيد بماذا وينقص بماذا؟ من زيادته، من زيادة الإيمان، من أسباب زيادة الإيمان الكثرة. كلما كثر علمك بالعقيدة واطلعت واعتقدت وآمنت وصدقت بالجزئيات، سواء تتعلق من الإيمان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، إذا علمت عن الله أكثر من أسمائه وأكثر من صفاته وأكثر من أفعاله، فهذا يزيد في الإيمان الكثرة. كذلك إذا زاد أو كثر علمك في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، فكلما كثر علمك في الاعتقاد كلما زاد اعتقادك، زاد إيمانك. فلذلك الذي يعني يجعل باب العقيدة باب واسع ويوسعه، أن هناك جزئيات هي يستحب في حق المسلم أن يعلمها، تسمى تفاصيل، تسمى جزئيات.